طموح لمستقبل وطن، يعني حزب مستقبل وطن، حزب فيه نوابه يمثلوا الاغلبيه، وعنده وجهه نظر ايضا في هذا القانون، وعلى هامش وجهه النظر دي حصل نوع من المشادات شويه ما بين نواب الحزب والدكتور علي عبد العال. لكن خلينا ننحي ده جانبا الوقت، خلينا نستمع من الامين العام لحزب مستقبل وطن حسام الخولي عن موقف الحزب من قانون الإدارة المحلية. أهلا بك يا فندم. دكتور أهلا يا فندم. يا أستاذ حسام. أيوة أهلا بيك. أهلا بيك. أهلا يا فندم. يعني إحنا الحزب واخد موقف واضح جدا، هذا الموقف يمكن أدى لبعض يعني مش عايز أقول مشادات لفظية، لكن ده متاح في التجربة الديمقراطية والممارسة السياسية في مصر. حزب مستقبل وطن يعني يبني موقفه من قانون الإدارة المحلية على ايه يا فندم؟ على حاجتين يا فندم، هو الموقف بسيط جدا. يعني احنا كحزب مستقبل وطن زي الاحزاب الاخرى عندنا اساس الدستور. وبالتالي اما شفنا مشروع القانون فلا اساس الدستور اتكلموا قالوا ان في عوار دستوري في بعض المواد. اللي احنا بنتكلم فيه في هذا القانون هو ممكن يكون اهم واخطر القوانين في مصر، لانه عليه عوامل كبير جدا في تقدم الدوله المصريه. تمام. من منطق، المنطق الاخر عليه مصاريف كتير جدا انتخابيه. وصراعات كتير جدا انتخابيه. فمش ممكن اي حد هيواشي على حاجه فيها عوار دستوري وشوفه عوار دستوري وتتهد القصة كلها بعد التكاليف وبعد الانتخابات مع أول حد يرفع قضية. الحاجة الثانية يا فندم ببساطة، يعني طبعا الدكتور علي أخ كبير لينا وأخ كبير للكل فعلا. أكيد. وبالتالي هي مش قصة مستقبل وطن، يعني حضرتك لما تلاقي مستقبل وطن تلاقي حزب، تلاقي المصريين الأحرار، وتلاقي الوفد، حماة وطن، الشعب الجمهوري، مصر الحديثة، السلام الديمقراطي، المؤتمر الحرية، كل الهيئات البرلمانية اللي في المجلس دي رفضت. يبقى في حاجة بالظبط، حاجة كبيرة. وبالتالي المنطق كان بتاع حزب مستقبل وطن، لا مش قصة مصلحة انتخابية زي ما سيادة الوكيل سليمان وهدان ما قال، القانون 160 مادة، الانتخابات مادة واحدة. بالظبط. وانا كمستقبل وطن مصلحتي اعمل انتخابات دلوقتي، يلا نعملها. يعني في يعني انا كنت عايز امسك المساحه دي، لانه في كلام بيقول انه الاحزاب رافضه مناقشه واقرار قانون الاداره المحليه لان هم مش مستعدين يدخلوا الانتخابات، وما عندهمش كوادر شبابيه، وما عندهمش وما عندهمش، ومحتاجين لسه وقت. يعني يعني حتى بكلام دكتور عادل اللي انا قريته وشاكرين لكلامه، ان هو كان مستغرب من موقف مستقبل وطن لانه عنده الكوادر الشبابيه. فهي مش مشكله مين عنده ومين جاهز، ما احنا جاهزين واحزاب اخرى اكيد جاهزه. ولو انا كل الاسماء اللي انا قلتها في الاحزاب مش جاهزه تبقى مشكله كبيره قوي. طبعا. حد جاهز اصلا يعني. انا مش بتكلم على ثلاثه وافقوا و10 رفضوا، لا بتكلم على كل رفض. انما هي قصه اكبر من الانتخابات. القصه بالنسبه لنا لو انتخابات، لا ده اسهل حاجه واحنا ممكن في الشارع بنجري شويه وناخد اكثر الكراسي، انما وبعدين يترفع قضيه وندخل في متاهات. زائد اللي الدكتور ايمن قاله برضه، سمعته، احنا متفقين معاه في عمليه العامل والفلاح، لازم هنلاقي لها حاجه ولازم تتفتح شويه، عشان في الاول والاخر احنا عاوزين مجلس محلي قوي يشمل الجميع. بس ممكن اقول لكل اللي واخد شهادات مؤهل عالي، لا انت مالكش لازمه. يعني دي عمليه. طب استاذ حسام، هسال حضرتك سؤال، يعني كل هذه المعارضه، السيناريو اللي هيمشي مع هذا القانون في البرلمان، يعني تتوقعوا ايه؟ يا فندم الوضع الطبيعي ان احنا عندنا كمان استحقاقات ثانيه، عندنا مثلا مجلس سيوف مثلا، يعني القانون بتاعه صح، الاسهل، وقانون الاحوال الشخصيه، والاحوال الشخصيه، يعني في حاجات حضرتك موجوده جاهزه. واحنا الوضع الطبيعي في خلال سنه او سنه ونص الثلاث استحقاقات هيخلصوا. الترتيب المنطقي ان انا ابدا باللي اقدر عليه وسهل
اجراءاته 100%. اه المحليات ضروره، بس لازم فيها نقاش كبير جدا، ضروره بس يتعمل صح. اي قانون بيتعرض على الـ على الـ في القاعه، ما هو قابل، ما هو الساده النواب قابل للاراء. اه بالظبط بالظبط. طيب احنا يعني اسمح لي ان احنا الاسبوع الجاي اذا كان في وقت يعني تكون معانا ويكون معانا من احزاب اخرى ونناقش هذا الموضوع واشياء اخرى في البرلمان ان شاء الله. انا بشكرك جدا، بشكرك جدا استاذ حسام الخولي الامين العام لحزب مستقبل الوطن. طيب هنا الكلام ايه، لانه عشان الامور ما تاخدش اكتر من حجمها، في خلاف في البرلمان، طرحين قانون الاداره المحليه للمناقشه، الاحزاب تقريبا كلها تقريبا يعني ما شفتش يمكن مؤيد يعني القانون بهذا الشكل الا تقريبا حزب الغد تقريبا، فالباقي كله معترض خلاص. يعني المعانده هنا مش هتبقى في صالح الجميع، طالما انه الناس مجتمعين انه هذا القانون في مشاكل وفي عيوب دستوريه، والدكتور علي عبد العال يعني استاذنا واستاذ القانون الدستوري، واعتقد انه المساله مفروض ما تاخدش وقت اكتر من كده. اذا كانت الاغلبيه شايفه انه يرجع لي لجنه الاداره المحليه، ما يرجع لجنه الاداره المحليه، قوانين مش قران، والدساتير نفسها كمان مش قران، طالما انه الناس بتتناقش وبتسعى الى ان هي تعمل حاجه لمصلحه البلد فكلنا لازم نبقى معاه.